والمزيد ينضم إلينا عبر زوم الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. برحب بحضرتك معي عبر تن. أهلا وسهلا بيكي وبكل متابعينك. أهلا بحضرتك. إذا بنتحدث عن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤتمر غاية في الأهمية، بيأتي أيضا في توقيت بالغ الدقة بتموج فيه المنطقة وربما العالم بالعديد من التحديات والأزمات مثل ما ذكر الرئيس اليوم عبد الفتاح السيسي. بداية دكتور يسري، أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتدعيم مسار الإصلاح الاقتصادي. في البداية خليني أقدم التهنئة لجمهورية مصر العربية على استضافة هذا الحدث الهام الذي يأتي كما ذكرتي وسط ظروف وتعقيدات اقتصادية وظروف سياسية وإقليمية صعبة للغاية. أعتقد من وجهة نظري الأهمية الأولى يعني تتمثل في ثقة الاتحاد الأوروبي وثقة دول الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى الحكومات أو مستوى القطاع الخاص أو صناديق الاستثمار فيما يجري في مصر من إصلاحات اقتصادية مستمرة وثابتة رغم كل هذه التحديات. هذه الخطوة الهامة تأتي كخطوة تنفيذية عملية استكمالا لما بدأ في مارس الماضي من الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لتأكيد الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الجانبين. هذا الأمر الهام للغاية بيحمل الكثير من المعاني، حتى العنوان جاء تحت إطلاق العنان للإمكانيات المصرية في ظل الوتيرة المتسرعة أو السريعة للأحداث الاقتصادية. في تصوري من وجهة نظري أن هذا المؤتمر الهام بيؤكد ثقة الاستثمار الدولي وثقة الاتحاد الأوروبي وإيمان الاتحاد الأوروبي بعمق الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية. هذه الشراكة تضمن الترويج للاستثمارات داخل مصر، هذه الشراكة تضمن أن تجعل مصر مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد وأيضا مركزا للتصنيع، حيث أن مصر قد استعدت بالبنية التحتية واستعدت بالإصلاح الاقتصادي واستعدت بالتنافسية الحيادية مع القطاع الخاص وأيضا يعني مؤخرا تمكين القطاع الخاص. الدولة تجري إجراءات هيكلية وإجراءات إدارية وتغييرات إدارية تتواكب مع هذا، وأدى ذلك إلى جذب الاستثمارات الكبرى مثل مشروع راس الحكمه في مارس الماضي. والاتحاد الاوروبي يعي تماما دور مصر المحوري وكذلك المؤسسات وجهات التمويل. لذا دعيني اتحدث معك بالارقام. هذا المؤتمر الهام الذي يحضر فيه اكثر من 1500 شخصيه من متخذي القرار في مجتمع المال والاعمال والاقتصاد على مستوى الحكومه ومستوى القطاع الخاص، أكثر من 80 متحدث في 14 جلسة بخلاف اللقاءات الثنائية، الحديث عن 38 اتفاقية بحجم 72 مليار يورو على سنوات مختلفة في اتفاقيات تتعلق بالاستثمارات الحكومية في قطاعات زي المحاور الهامة في الاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية وكذلك في شبكات الصرف الصحي و أيضا في الطاقة وفي النقل المستدام وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي وكذلك أكثر من أعمال تجارية في حدود 400 إلى 500 مليون دولار ربما تكون بعض الاتفاقيات والصفقات الحديث عنها، كذلك تمويل للقطاع الخاص من أحد بنوك الاستثمار الأوروبية في حدود 800 مليون دولار. في تصوري ومن وجهة نظري أن هناك ثقة وتأكيد في هذا الوقت الصعب جدا على التواجد في جمهورية مصر العربية. الحديث هنا ينصب في داخل أروقة المؤتمر حول دور مصر الرائد وكيف يمكن أن تكون مصر النقطة ونقلة ومركز محوري لوجستي إلى القارة الأفريقية، لا سيما أن مصر أيضا قدمت على مدار السنوات الأخيرة نسخ متعددة في الاقتصاد الرقمي وفي اقتصادات التعهيد وفي قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك الحال أيضا فيما يتعلق بالإمداد بالطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر والحديث عن اتفاقيات الهيدروجين الأخضر بشكل مكثف تفعيلا لما تم ذكره واستكمالا لما تم بنائه في مؤتمر الكوب 27 في جمهورية مصر العربية. الحوار يمتد حول كيف يمكن الوصول بهذه الاستثمارات وهذه التجارة كطريق محوري وفاعل وهام
في شرق أفريقيا، كيف تكون مصر محطة هامة جدا في شراكة مشتركة ومتبادلة مع الاتحاد الأوروبي للدخول للعمق الأفريقي، وكذلك الحال تكون مصر مركزا للصناعة حتى يمكن تصنيع ما تحتاجه القارة الأوروبية التي تواجه العديد من التحديات أيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية. فهنا الفكر بعد الاتحاد الأوروبي أعاد ويعيد دائما الدراسات ويعيد دائما صياغة الاستراتيجيات، كيف يمكن الحفاظ على علاقة استراتيجية مع مصر التي عضوة الآن في البريكس ولكن تحالف آخر. هذه المؤامرات الاقتصادية والاستثمارية تعمل مصر عليها وفق اتزان سياسي. مصر أجرت اتزانا سياسي في سياستها الخارجية أهلها إلى الاستفادة بمثل هذه الاتفاقيات والشركات الاستراتيجية الهامة، وهذا ما نراه اليوم وذكره السيد الرئيس في كلمته وتحدثت عنه السيدة أرسولا فون رئيسة المفوضية الأوروبية. أعتقد أننا أمام محطة هامة جدا من هذا المؤتمر، ويمكن إذا أحسن استغلال وعلى قطاع خاص المصري وقطاع الحكومي إذا أحسن استغلال هذه الاتفاقيات والتواصل، أعتقد أن هناك زخم من القطاع الخاص وحضور شديد من القطاع الخاص، والكل يبحث عن شراكة استراتيجية أيضا تحت غطاء وعباءة الشراكة الاستراتيجية الكبرى ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. حضرتك تحدثت في حديثك الآن عن الحجم للحضور الكبير الذي شهدناه اليوم من ممثلي الاتحاد الأوروبي، تحدثنا عن هذا الزخم السياسي والاقتصادي. اليوم أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين قالت بأنه سيتم تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,800,000,000 يورو خلال الفترة المقبلة. طبعا هذا بيعكس هذا الزخم السياسي والاقتصادي، ما المتوقع بناء على هذه الخطوات التي تمت اليوم دكتور؟ خلينا أقول أنه تحديدا هم 6.8 مليار دولار، 5 مليار دولار استثمارات كبرى واستثمارات حكومية، وده تم الإعلان عنه في الإعلان السياسي في مارس، و 1.8 مليار ضمانات استثمار للقطاع الخاص. وال 1.8 مليار في القطاع الخاص ربما سيكون في مشروعات النقل المستدام، في مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، في مشروعات الزراعة والأمن الغذائي. أنا في تصوري أن انعكاسات ذلك سوف تحدث وتحدث نقلة وطفرة في العلاقات المصرية الأوروبية. خليني أقول لك إنه أوروبا والاتحاد الأوروبي هو أبرز الشركاء الاستراتيجيين في التجارة والاستثمار مع جمهورية مصر العربية وفقا لآخر 50 سنة. أنا في تصوري أن أيضا احتياج أوروبا الآن والاتحاد الأوروبي الآن إلى العديد من الاقتصاديات الجديدة والحديثة، الاقتصاد الرقمي سيحتاج إلى عمالة مؤهلة مدربة من قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في جمهورية مصر العربية. سنحتاج أيضا إلى العديد من الاتفاقيات الكبرى والهامة التي يجب أن نفعلها مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لديه منظومة مواصفات، منظومة جودة، منظومة احتياجات، وأيضا المصانع المصرية موجودة ووفرة الإيد العاملة موجودة. النهاردة سمعنا في آخر 4 سنوات عن التوجه الأوروبي وكامل دول أوروبا على الاحتياج وتغطية الاحتياج من العمالة المدربة من الأسواق المصرية. أصبحت هنا الشراكة الاستراتيجية ستعكس العديد من الاستثمارات التي أتوقع مضاعفتها. يعني الحديث اليوم عن اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بحجم كبير وليس الصفقات، الصفقات ربما تأخذ حيز 6.8 مليار دولار ما بين حكومة وقطاع خاص، وربما الصفقات التجارية 0.5 مليار دولار، وربما التمويل 600 مليون دولار جاهز للقطاع الخاص من البنك الاستثمار الأوروبي. أعتقد هذا ما سيسفر عنه في الحال وفي الطو المباشر وفقا لما رأيناه وتابعناه في جلسات المؤتمر. في تصوري أن القطاع الخاص المصري عليه جزء كبير جدا، عليه التوجه إلى شراكة استراتيجية ليست ثنائية الأطراف فقط بل متعددة الأطراف. علينا أن نعمل مع الجانب الأوروبي بعمق في عمق القارة الأفريقية. أوروبا لها امتداد إفريقي قوي، الاتحاد الأوروبي في أكثر من دولة موجودة في أفريقيا بعمق، الاتحاد الأوروبي قادر على أن ينقل ببعض الاتفاقيات وببعض الآليات في الشراكة الاستثمارية التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا ومهام نقل التكنولوجيا. مصر أصبحت جاهزة بالبنية التحتية. لا نتحدث في التحليل السياسي والاقتصادي أو رؤية إلى أي مدى نجحت مصر في تحقيق هذه البيئة؟ نعم، على ذكر ما ذكر دكتور، إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن مصر نجحت في تحقيق هذه البيئة والبنية التحتية والأساسية المناسبة لجذب القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والدولية؟ دعيني أتحدث معك وبدقة الحديث وبتجسيد الحقيقة. يعني ربما لا تقارن
اقتصاد الدول ولا البناء في الدول بموقف او بازمه او ازمتين. يقاس اقتصاد الدول وبناء الدول بحقب. الان نحن 10 سنوات قطعناها في بنيه تحتيه في الطرق وفي الوصول الى المواني والوصول الى المطارات والوصول الى المناطق الصناعيه. الحديث عن المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس والانتهاء التام من مشروعات البنيه التحتيه فيها وجذب الاستثمارات داخل هذه المنطقه وتحديد مناطق صناعيه خاصه داخل هذه المنطقه الاقتصاديه باليات خاصه، الحديث عن استقرار امني وسياسي وقضاء على ارهاب، هذا يؤكد للاستثمار الدولي البيني ان مصر جاهزه، هي جاهزيه الدوله لا تتعلق اطلاقا بازمه تمر بها البلاد نتيجه ظروف وتحديات جيوسياسيه في المنطقه ادت الى التاثير على امدادات الوقود الذي يتحكم في انتاج الطاقه الكهربائيه، لكن مصر جاهزه بخطوط انتاج الطاقه الكهربائيه، بمحطات الطاقه الكهربائيه. مصر الان ويعلم الاتحاد الاوروبي وتحديدا الجانب الالماني ما اجرته مصر في اعداد البنيه التحتيه لانتاج الطاقه الكهربائيه، اما وان كان هناك بعض الفجوات في التمويل الخاص بوقود هذه المحطات ان هذا يمكن علاجه والعمل الجاد من الحكومه المصريه الان على تخطي هذه الازمه. اتصور بوجهه نظري ان صناديق الاستثمار العالميه وايضا مؤسسات الائتمان وكذلك القطاع الخاص الدولي يعلم تماما ان الامور في التحليل الشمولي لا تقاس بهذه الجزئيات او بهذه المواقف والازمات. اعتقد ان الامور اليوم تحمل رؤيه وتحمل استكمالا لرؤيه ما قطعته مصر في رؤيه 2030 وحققت بعض المعدلات يعني ربما تفوق عن المستهدف في الجدول الزمني. في تصوري الشخصي اننا امام يعني محطه هامه جدا تحتاج مزيدا من الايجابيه، مزيدا من التنسيق من القطاع الخاص والقطاع الحكومي المصري في استفاده من هذه المؤتمرات والفعاليات المهمه جدا. انا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي يعلم تماما الان مدى الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع جمهورية مصر العربية التي كل يوم نتحدث فيها عن أمل متقدم في علاقات مع دول الجوار وعلاقات أيضا مع القرن الأفريقي. ربما سمعنا عن والاتحاد الأوروبي يعلم تماما أن مصر تنضم بالبنك المركزي إلى نظام المدفوعات بالعملات المحلية في أفريقيا والتسوية. كل هذه الأمور تؤهل مصر إلى أن تكون مفتاحا للنقل البحري للملاحة للوجستيات لسياسة الإمداد مع الاتحاد الأوروبي في ظل يعني معادلة اقتصادية جديدة. العالم سيشهد معادلات اقتصادية جديدة، مؤامرات اقتصادية جديدة، اتفاقيات جديدة. ربما لا يعلم المشاهد وأود أن أضيف أن الأسواق الأوروبية هي أكبر الأسواق استقبالا للصادرات المصرية. الحديث عن أكثر من 55 إلى 60% من صادرات مصر على مدار 50 عام المنقضية إلى دول الاتحاد الأوروبي، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نستفيد من مثل هذه الشراكات الاستراتيجية الهامة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. شكرا جزيلا لك ولجميع هذه الإيضاحات.